السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما قد ما اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جاي لكم طريقة نقل الصور والفيديوهات من الايفون للكمبيوتر او العكس، من الكمبيوتر للايفون. راح بشرح لك الطريقتين، من ايفون للكمبيوتر، من الكمبيوتر للايفون، عن طريق برنامج ايتونز. كيف تنقل الصور والفيديوهات؟ الطريقة جدا سهل، نروح للشرح. اول شيء يا شباب، نفس ما تشوفون هذا البرنامج ايتونز لازم تحمله. هذا البرنامج ايتونز فيه مميزات كثيرة، من ضمنها نقل الملفات، وايضا هذا البرنامج فيه امكانية ان الايفون حتى يقدر يتعرف على الويندوز لما توصل الكابل الشحن. اوكي، بعد ما تحمل برنامج ايتونز، الحين كيف تنقل الملفات الصور والفيديوهات من الايفون للكمبيوتر؟ الطريقه جدا سهل، تروح تفتح ماي كمبيوتر، هذا الماي كمبيوتر. الحين تروح توصل كابل الشحن بالايفون، كابل بالويندوز والايفون. اوكي، بعد ما توصل، اوكي، اذا اعطاك كلمه الوثوق وثق، اعطي يعني اضغط على الوثوق. اوكي، مثل ما تشوفون هذا هو كلمه وثوق، اضغط على الوثوق. بعد ما تعطي الصلاح اللازم، هني بتحصل الهارد ديسك الخاص بالايفون. افتح الملف، اوكي، هني بتحصل هذا الملف، اضغط عليها، هني بتحصل الصور الخاص بك. نفس ما شفت، تضغط على هذا بتحصل جميع الصور الخاص بك. مثل ما تشوفون كل ملف فيه، يعني مثلا في ملفات اللي انت ضايفها، مثل ما تشوفون كل الصور اللي بتحصلها هنا، حتى تنقل اي صور. مثلا هذا الملف، نفس ما تشوفون هاي الصور اللي تنقلها مباشره من الايفون للكمبيوتر. انشئ ملف جديد، سمي الملف مثلا اي شيء، اوكي، مباشرة خذ هذا الملف واسحبه مباشرة في الويندوز. خلاص تم نقل الصور مباشرة الى الويندوز. بهذه الطريقة عرفنا كيف تنقل الصور والفيديوهات من الايفون للكمبيوتر. طبعا اذا كان في فيديوهات بتحصل هنا في الملفات، ابحث عن الفيديو الخاص بك. بنفس الطريقة اسحب مباشرة الى المجلد، وخلاص تم نقل الصور او الفيديوهات مباشرة من ايفون للكمبيوتر. الحين كيف تنقل الصور من الايفون من الويندوز الى الكمبيوتر، من الويندوز كمبيوتر الى الايفون؟ مثل ما تشوفون عندي هذا مجموعة صور، اريد انقلها مباشرة من الويندوز الى الايفون. اريد انقل هذا الملف الى الايفون. كيف؟ الطريقة جدا سهل، تفتح برنامج ايتونز، بعد ما توصل الكابل الشحن بالويندوز والايفون اغلق هذا النافذة، اذا فتح لك نوافذ اخرى اغلقها. الحين اضغط على هذا الايقونة الهاتف، اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها روح لقسم الصور بوتو. اوكي يا شباب، اذا ظهر لك هذه الرسالة، كل ما عليك انك تروح للاعدادات، تروح لتطبيق الصور، تبحث عن تطبيق الصور مثل ما تشوفون تطبيق الصور. بعد ما تضغط على تطبيق هنا بتحصل صور اي كلود، الغي تفعيل هذا الخيار، اضغط على تنزيل او اضغط على ازاله من ايفون، ازاله من الايفون، ازاله من الايفون. خلاص بعد ما تم ازاله من الايفون، خلاص الحين وصل الكيبل مره ثانيه، استخرج الكيبل حطه مره ثانيه. اوكي، مثل ما تشوفون الحين كل ما عليك انك تضغط على نفس الهاتف، روح للصور، هني بتحصل خلاص تم تفعيل الخيار بوتو، بتحصل هذا الخيارات. اوكي، خلاص الحين بامكانك انك تنقل الصور من الكمبيوتر للويندوز. كل ما عليك انك تحط علامة هني. اوكي، الحين هني تضغط على هذا الخيار، تختار المجلد الصور اللي موجود في الويندوز اللي ترين تنقله من الكمبيوتر للويندوز. مثل ما تشوفون اذا انقل هذا الصور، هذا الملف الى الايفون، راح اضغط على هذا الخيار، راح اختار الملف. الملف موجود على سطح المكتب، وين الملف؟ هذا هو الملف، اضغط عليها واضغط على سيلكت فولدر، تحديد الملف. اوكي، الحين بعد ما تحدد الملف،
اوكي هني اذا حط علامه اذا كان في المجلد في فيديوهات تريد تنقله، يعني تريد تنقل الصور والفيديوهات اللي موجود في الملف اللي موجود على الويندوز. فانا ما في اي فيديوهات، فراح الغي على هذا الخيار واضغط على ابلي. خلاص انتظر ثواني، راح ينقل الصور او الفيديوهات مباشره من الويندوز الى الايفون. اوكي خلاص تم النقل، خلاص لما ينتهي العداد هذا الشريط مباشره ينتهي، خلاص تم النقل. الحين لو تروح للصور، اوكي وين، اوكي لو تروح للصور نفس ما تشوفون هذا هو الملف، تم النقل، مكتوب نوح في الستايل، اوكي 9 صور، هذا هو كل الملفات تم نقله. وبس يا شباب، هذا هو طريقة نقل الصور من ايفون للكمبيوتر او من الكمبيوتر للايفون. وايضا لو تفتح هذا الهارد ديسك للايفون راح بتحصل هني صورك كلها موجودة، تقدر تنقلها من الايفون للكمبيوتر والعكس. وبس هذا هو طريق النقل للصور بالفيديوهات عن طريق برنامج ايتونز. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر الجرس. بس مع السلامة.